مشاهدينا الكرام، اليوم في مكتبة وكتاب لقائي بيكون مع الدكتور لغة عربية، يعني في الصميم، يعني الكتب عنده وأكيد بيكون قارئ نهم. تابع معنا هاللقاء. أنا أرى أن القراءة هي غذاء الروح، والإنسان الذي لا يقرأ لا يرتقي إطلاقاً. والقراءة في حد ذاته هو تعامل في الحقيقة مع علماء وليس مع جمادات. أنت عندما تقرأ كتاباً فأنت تقرأ عالماً، والذي يميز هذا الكتاب أنك كلما قرأته لا يمل منك، ربما الإنسان يمل إذا جالست وطالت المجالسة بينكما، ولكن الكتاب لا يمل إطلاقاً. والكتاب حقيقة عندما تجلس وأنت تقرأ مجموعة كتب وأنت كأنك تجالس عدداً من العلماء وأنت تستفيد وتنهل منهم. الرائع في الأمر أن هؤلاء العلماء في الحقيقة ربما يعني مضى عليهم سنوات وعقود طويلة وماتوا من كل العلوم، أتكلم أحدد علما معين، ولكنك الآن أنت في القراءة تستحضرهم. وأنا أتكلم دائما وهذا الكلام نقوله أيضا لطلابنا وطالباتنا في الجامعة، مرحلة القراءة مرحلة التكوين الثقافي العلمي المعرفي. كلما أنت تقرأ فأنت ترتقي في سلم العلم والمعرفة، وهذا الذي يميزك عن الآخرين. فالقراءة ليست مجرد أنك يعني رقم تضيف إليك أنك انتهيت من كتاب، وإنما القراءة في الحقيقة ماذا أضاف إليك هذا الكتاب. فالقراءة حقا هي روح وهي غذاء لهذه الروح. فالإنسان طالما هو يقرأ فهو إنسان يرتقي، ويرتقي في نفسه ويرتقي أيضا أمام الآخرين. في مرحلة الطفولة يعني قليل ما تجد إنسان في طفولته يعني يولي اهتمام للقراءة، لأن الطفولة أيضا لها واجبات فيما أسميها. حق الطفل في وفي هذه المرحلة أن يلهو وأن يلعب وأن يذهب حيثما يشاء. متى تبدأ القراءة؟ عندما أنت الآن تلتحق بالمدرسة، حتى في المراحل الأولى، فلتكلم بما تسمى الحلقة الأولى من 1 إلى 5. في تلك المرحلة ربما إحنا يعني لا نقول أن جيل جيل قديم، لكن في تلك المرحلة ربما هي القراءة قراءة المناهج المقررة. لكن أحيانا يعني يقع بين يديك كتاب، والاهتمامات في الحقيقة تختلف. حتى نكون أيضا واقعيين، اهتماماتك أنت عندما تكون طفلا تختلف عن اهتماماتك. لا، أنت ربما تقرأ تلك المرحلة ربما تذكر مجلة ماجد على سبيل المثال، وبعض المجلات التي تكون موجودة. والقراءة حتى ليست قراءة كتب بكاملها، حتى نكون أيضا منطقيين، ربما تقرأ مقتطفات من هنا ومن هنا، تبحث عن قصص قصيرة مثل يعني مجرد إضاءات. ففي الحقيقة في تلك المرحلة كنا يعني ما نجده أمامنا نقرأ. عندنا كذلك أيضا مكتبة المدرسة، وعندنا حصة أيضا في المكتبة. أذكر أن الأستاذ كان يضعنا في المكتبة ويقول اقرأوا ما شئتم، فتذهب أنت الآن لما تأتي للمكتبة الضخمة تقرأ كتاب مثلا في الأحياء وفي الكيمياء، يعني في مرحلتك تلك أنت يعني لا ترغب بقراءة مثل هذه الأمور، تشعر أنها عقبة أمامك، فتبدأ ماذا؟ تبحث أمور بسيطة. وربما في تلك المرحلة كتب المعرفة بشكل عام، كتب الثقافة التي أيضا أقول تناسب تلك المرحلة. طبعا مع تقدم في العمر الآن والمراحل الدراسية يبدأ الإنسان يتنوع، يبدأ الآن يعرف، خاصة نحن أيضا الدولة لله الحمد والمنة أيضا تولي القراءة اهتماما كبيرا. الكتب كثيرة يعني لا أستطيع أن أفاضل، لأن قوة العقل بعضا، خطوات نحو القمة، أراك في القمة، كتاب رؤيتي، القراءة بفاعلية، سيكولوجية الفيسبوك، كتب كثيرة موجودة. فأنا لا أريد أن أحتكر كتابا دون الآخر، أريد أن القارئ إذا أراد أن يسمع مني أن يقرأ في هذه العلوم. مشاهدين، كانت فقرة غنية مع الدكتور سيف، تابعونا في فقرات ثانية من مكتب وكتاب عشان تستفيدون أكثر.